ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لقي شخصان مصرعهما في مدينة طنجة وأصيب اثنان آخران بإصابة أحدهما خطيرة في حادثة سير وقعت في وقت متأخر من مساء يوم السبت 28 غشت الحالي على مستوى شارع مولاي رشيد قرب بيت الصحافة. ونجمت حادثة السير المميتة عن تصادم سيارتين خفيفتين كانتا تسيران بسرعة كبيرة وفق ما أفاد به شهود عيان. وتدخلت مصالح الوقاية المدنية حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى محمد الخامس، فيما تم وضع جثماني المتوفين بمستودع الأموات. إلى ذلك انتقلت مصالح الشرطة المختصة إلى عين المكان وفتحت تحقيقا أوليا حول ظروف وملابسات الحادث من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عن ذلك.